يوم عاشوراء، ان شاء الله يا ربي هلت علينا بالخير والبركه، إن وان شاء شاء الله الله. ديما ملتمات على الخير. القمح الكويس اللي يكون مش موسخ وكل ما حلش عليه الحول، يعني مازال جديد وحبته سمحه، باش حتى لما نسلقه ونطبخه يقعديش له نكهه خاصه. كيف الفول وكيف الحمص لازم يكون ايش، لازم. وبالنسبه للمقادير، المقادير تكون على حسب الاسره، كان الاسره كبيره ومثلا متعودين الاسره يعيدوا مع بعضهم، عندهم احفاد عندهم عيال متجوزين عندهم يعيدوا مع بعضهم، لازم ايش يكون كم كيلو باش العدد يبقى واجد، باش تسد، باش تقعد واجده وتسد. اسرته كبيره يبي يدير عديش، يبي يدير بالكيلو بالكيلوين بالثلاثه باش تقعد واجده، يعطي منها وهي نعتبروا فيها نحن راي ذكاء. لما نحن نقسموها هذا جار مش دايرها يذوقها، هذه وحده ما عندهاش باش تشري ذوق سليقتنا، وعاده موروثه بين الناس ومن قديم الزمان يعني. والعاده هذه جت من اجدادنا، ما جبناهاش من برا يعني، ما ورثناهاش على حد. نحن العرب الليبيين كلهم هم كل واحد يدير في السليقه هذه بطريقه، واحد يديرها حلوه واحد يديرها بالقديد، ونحن تعودنا نديروا فيها بالقديد. والقديد لازم يكون من شات العيد من الاضحيه، لازم نديروا ايش القديد، ويكون قديد سمح، يكون هبر ما يكونش حام، ما يكونش باش ما يقعدش يدير هكية. ومقاديرها واضحه وسهله يعني، اي تعودنا نحن حتى امهاتنا الاوليات كان يلتمن على بساطه، مرات يلتمن على طاسه شاي ويقعد ينقن في هذيك السليقه ويغسلنا وينقنها مع بعيضا ويقسمنها، مرات ينقن يجيب هذه قرعته وهذه قرعته نقنا كل مع بعض وبعدين يقسمنا، كل وحده تاخذ قرعته باش تطبخها في حوشها. ومرات كنا متفقات طبخنا مع بعض ويقسمنها ويذوقنها ياكلنها مع بعضهن، وكانت لها نكهه خاصه يعني، انها هي جمعت الاسره. تو الجارات هذني محسوبات اسره زينا نحن اليوم، اسره القلعه اسره الجمعيه، ملتمين مع بعضنا ونقينا حمصنا وفولنا مع بعض ودرنا سليقتنا مع بعض وناكلوها مع بعضنا، ولها نكهه مش غير اننا مثلا هي عاده نبي نديرها وخلاص يعني. نتمنى انها ما تنقرضش العاده هذه، لان هذه حاجه من قديم الزمان يعني، وكل مدينه ولها شكل يعني في تصنيع السليقه. ونحن احلى ما فيها سمينا السليقه نقسمها على الجيران، سميناها عزول. العزول هذا هو اللي ايش، كلمه عزول معناها نعزل شويه من السليقه ونذوقها للجيران. وان شاء الله يا ربي هلت علينا عاشوراء بالخير وبالبركه وبالصحه والعافيه، وان شاء الله كل سنه، ان شاء الله كل سنه نلتم تلتم مع بعض كان، ودير سليقت كان مع بعض كان، وتنقنا مع بعض كان، وتكون الموفقات يا ربي يا كريم. طبعا نحكوا على القديد، القديد لازم يكون من سويرات نديروهم من قديد العيد، ناخذوا من شات الاضحيه تاع العيد سويرات هي بسيطه ونسيروهم ونقولوا هذا نبون ايش ان شاء الله وانت طيب في موسم العاشوره، باش نديروا بينا سليقه. هذا قديدنا اليوم السنه من قديد اضحيه العيد، درنا شويه قديد باش نديروا بيه السليقه. طبعا انا اليوم ملتم انا وصحباتي وجويرات وصديقات وزميلاتي في الجمعيه مهتمين، وحده تنقي الحمص، وحده تنقي الفول، وحده تدير القمح، ووحده تدير لنا طاسه الشاي الصبح على الكانون، والسليقه قاعده تطبخ على الكانون حتى هي، وان شاء الله ناكلوها بالهنا يا ربي. اهم شيء ناكلوها حتى الفول يبقى فول السنه يبدو كويس، وتقعد حبته كبيره خضر مازال باش يبقى كويس، لكن يعني يكون جديد، فهمت؟ الفول يكون جديد، نقع قبل الحمص لازم يكون حتى متوسطه وحتى كبيره، لازم يتنقع قبل بيوم، ويتنقع ياخذ يوم كامل باش ينضج يبقى طبقه كويسه، يكون حتى سمحه كبيره جديد. طبعا عاد نجوا يوم السليقه، في وحدين يديروها يوم 9 وحدين يديروها يوم 10. نحن سنتنا نديروا فيها، لا نحكي على نفسي، سنتي نادر فيها يوم 10. اول ما نوعى في الصبح لازم نوعى بدري، لازم ربة البيت نوعى بدري عشان تساعد نفسها باش تطهي هال وجبه السليقه، باش تحط حبات الحمص على النار، وتحط حبات الفول على النار، تحط القمح على النار، لان في حاجات يبدا الوقت باش يبدا، وبعدين عاد تخلطهم. لها مقادير معينه ولها شيء معين بالنسبه للسليقه، لازم يكون مقدار الملح كويس، لازم يكون الحار كويس، نحطوا فيها حبات جرينات فلفل حمر، لازم من
نعزقهم في السريده باش تقعد تعيش، تقعد فايحه وسمحه. نحط حبات مع طماطم حاب معجون بهاراتنا كلهن، كمون اسود، في اللي يحب كمون اسود، في الخضر الخضر لازم تكون ايش مقادير بهارات كويس باش تقعد لها طعمه خاصه ولا نكهه خاصه. ونحن راه الصراحه نحن نتميزوا بحاجه واحده، ان نحن نقعدوا فرحانين ومش نلطفوا فيها. عندنا هكي ميزه في الدرنويات، انا نحب انا ايش يطهن السليقه هذه ويعدنها، ما ملانش وهي يشتغل فيها، رغم انها هي شغلها مش ساهل يعني شغلها يبي مواعين وجديه، يبي شغل واجد ويبي نهار طويل باش انت تقعد دير فيه. بعد نكمل ان شاء الله وانت طيبات، نبداو غادا ايش نوزعوا هذا عزول السليقه، سمينا عزول السليقه ليش؟ مورثينها عن بونا وامنا الاولين، عرفنا الاولين يقولوا هذا عزول. العزول هذا كل الجيران اللي هناك اللي من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الامام كلهم يذوقوا مثل اللي قالتها، وبالتبادل حتى انت تعطيهم وهم يبدلوا لك نفس العزول، يجيبوا لك السليقه يمدوك فيها، ذوق سليقه هذا وذوق سليقه هذا، ونفرحوا. عندنا يوم مميز، عندنا يوم مميز ليش؟ لان اليوم المميز هذا حتى انه هو يذكرنا باجدادنا الاولين وهلنا الاولين، ما ننساهمش يعني، حتى اللي ميت منا نترحموا عليه، نقول الله يرحمه، الله يرحم امي كانت تدير السيكه بطريقه هذه. النكهه خاصه يعني، مقدار الفول نفس مقدار الحمص، من القمح اكثر شوي، لكن نفس المقدار الفول والحمص، كيلو كيلو او نص كيلو نص كيلو، هذا يكون اكثر شوي. حتى انا قاعده سيقتنا تطبخ على النار. طيبين يا ماما، كسر طيبين.